مرحبا بكم في قصة شجاعة وإرادة، قصة تحكي عن قوة العزيمة والصمود في وجه التحديات الشديدة. إنها قصة ليلى، الفتاة الشجاعة التي واجهت البحر بكل شجاعة وعزيمة، وصارعت مع الخوف والمخاطر من أجل النجاة. في هذه القصة المثيرة، ستشاهدون كيف استطاعت ليلى أن تثبت لنفسها وللعالم أجمع أن قوة الإرادة والشجاعة لا تعرف الحدود. ومع كل تحد ومواجهة، كانت تحمل شعلة الأمل والصمود، مؤكدة أنها لن تستسلم للظروف الصعبة. وفي هذا الوقت الصعب، دعونا نتضامن مع أهلنا في غزة وندعو لهم بالنصر على عدوهم اليهود الملاعين. في صباح يوم مشرق وهادئ على شاطئ البحر، كانت هناك فتاة تدعى ليلى. ليلى كانت فتاة شجاعة ومغامرة، تعشق البحر والسباحة منذ صغرها. تربت ليلى في قرية صغيرة على الساحل، حيث كانت تقضي معظم وقتها في استكشاف المياه الزرقاء الصافية واللعب على الرمال الذهبية. في ذلك اليوم، كانت الشمس تشرق بأشعتها الذهبية، تعكس لمعانها على سطح الماء، مما جعل البحر يبدو كمرآة كبيرة تلمع تحت السماء الزرقاء الصافية. قررت ليلى أن تسبح بعيداً عن الشاطئ، حيث كانت تبحث عن مغامرة جديدة وأعماق لم تزرها من قبل. حملت معها زجاجة ماء وبعض الفواكه، ووضعتها في حقيبة مقاومة للماء، وربطت الحقيبة حول خصرها قبل أن تنطلق في الماء. بينما كانت تسبح بهدوء، استمتعت ليلى بمنظر الأسماك الملونة التي كانت تسبح بجانبها، والشعاب المرجانية الجميلة التي كانت تبدو كحدائق تحت الماء. شعرت بالحرية والراحة بعيداً عن صخب الحياة اليومية. كانت تشعر بأن البحر يحتضنها كصديق قديم يمنحها السلام والهدوء. لكن لم تكن ليلى تعرف أن هذا اليوم سيحمل لها تحدياً لم تواجهه من قبل. بينما كانت تسبح في المياه العميقة، بدأت تشعر بتغير في التيار. كان هناك شيء غريب في الماء، ولكن ليلى لم تستطع تحديده. قررت أن تواصل السباحة، متجاهلة تلك الشعور الغريب، على أمل أن يكون مجرد تخيل. فجأة رأت ليلى ظلاً ضخماً يقترب منها بسرعة. توقف قلبها للحظة، وكانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أن شيئاً خطيراً على وشك الحدوث. كان الظل لقرش كبير يسبح باتجاهها بعينين حادتين. شعرت ليلى بموجة من الخوف، ولكن سرعان ما تحولت هذه الموجة إلى موجة من العزيمة والإصرار على النجاة. بدأت ليلى تفكر بسرعة في كيفية التصرف. نظرت حولها بحثاً عن مكان آمن أو شيء يمكن أن يساعدها في الدفاع عن نفسها. رأت صخرة كبيرة على بعد مسافة قصيرة، وقررت أن تسبح نحوها بأقصى سرعة. كانت تعرف أن الوصول إلى تلك الصخرة قد يمنحها فرصة للبقاء آمنة. بينما كانت ليلى تسبح بسرعة نحو الصخرة، كانت الأمواج ترتفع من حولها والقرش يقترب أكثر فأكثر. كان قلبها ينبض بقوة، وكأنها تسمع دقاته في أذنيها. كانت تعلم أن كل ثانية تمر تزيد من خطورة الموقف. استجمعت كل قواها وعزيمتها، وركزت على هدفها، الوصول إلى الصخرة. بدأ القرش يقترب منها بشكل مخيف. يمكنها أن ترى زعانفه الظهرية الحادة تقطع سطح الماء بتهديد واضح. كان ضخماً وقوياً، وكلما اقترب زادت سرعة ليلى واندفاعها نحو الصخرة. أدركت أن أي تردد أو خطأ قد يكون ثمنه حياتها. عندما اقتربت ليلى من الصخرة، تمكنت من رؤية تفاصيلها بوضوح. كانت صخرة كبيرة وعرة ترتفع قليلاً فوق سطح الماء. وصلت إليها بسرعة وصعدت عليها بحذر، محاولاً الحفاظ على توازنها وسط الأمواج المتلاطمة. جلست على الصخرة تلهث من التعب والخوف، ولكنها شعرت ببعض الأمان مؤقتاً. بدأ القرش يدور حول الصخرة، وكأنه يراقب ليلى ويبحث عن فرصة للهجوم. كانت عينا القرش تلمعان في الماء، تحملان نظرة عدوانية. شعرت ليلى برعب يتسلل إلى قلبها، ولكنها عرفت أنها لا تستطيع البقاء على هذه الصخرة إلى الأبد. كان عليها أن تجد طريقة للتخلص من هذا الخطر والهروب إلى بر الأمان. نظرت حولها بحثاً عن أي شيء يمكن أن يساعدها. فجأة رأت عصاً خشبية طويلة تطفو على سطح الماء، ربما كانت جزءاً من قارب تحطم في الأمواج. مدت يدها بحذر لالتقاط العصا، وكانت كل عضلة في جسدها متوترة ومستعدة لأي حركة مفاجئة. عندما اقترب القرش مرة أخرى، أمسكت ليلى العصا بقوة ووجهت ضربة قوية نحو رأسه. لم تكن الضربة كافية لإبعاد القرش بشكل نهائي، لكنها كانت كافية لإبعاده لبضع لحظات. كان القرش مستاء وبدأ يدور بشكل أوسع حول الصخرة، مما أعطى ليلى فرصة للتفكير في خطوتها التالية.
بدأت ليلى تدرك أن عليها استخدام ذكائها ومهارتها للتغلب على هذا الوحش. كانت تعلم أن القرش يمكن أن يعود للهجوم في أي لحظة، وكان عليها أن تكون مستعدة. قررت ليلى أن تواصل ضربات العصا كلما اقترب القرش، محاولنة إيجاد إيقاع ثابت يمكنها من صد هجماته. بمرور الوقت بدأت ليلى تشعر ببعض الثقة. كانت ضرباتها تصبح أكثر دقة، والقرش بدأ يظهر علامات من التردد. كانت تعرف أن هذه هي فرصتها للهروب، وبدأت تخطط لكيفية السباحة بسرعة نحو الشاطئ عندما تلوح الفرصة المناسبة. كان عليها أن تكون سريعة وشجاعة، لأن أي تردد قد يكون مكلفاً. في تلك اللحظة أدركت ليلى أن الشجاعة لا تعني عدم الخوف، بل تعني مواجهة الخوف والتغلب عليه. كان عليها أن تثق بقدراتها وأن تستمر في القتال حتى تصل إلى بر الأمان. كانت ليلى تقف على الصخرة، تمسك بالعصا الخشبية بكلتا يديها وتراقب القرش بحذر. كان القرش يدور حول الصخرة ببطء، محاولاً إيجاد طريقة للوصول إليها. كانت عينا ليلى تراقبان كل حركة يقوم بها القرش، وكانت تعرف أن عليها أن تكون مستعدة لأي هجوم مفاجئ. عندما اقترب القرش مرة أخرى، رفعت ليلى العصا ووجهت ضربة قوية نحو رأسه. ارتدت العصا عن جلده القاسي، ولكن القرش تراجع قليلاً. كانت تعرف أن هذا ليس كافياً لإبعاده بشكل نهائي، ولكنها شعرت ببعض الثقة بأن بإمكانها الدفاع عن نفسها لفترة أطول. بدأ القرش في تغيير استراتيجيته، حيث بدأ يسبح بسرعة ثم يتوقف فجأة أمام الصخرة، محاولاً إرباك ليلى وجعلها تفقد توازنها. كانت ليلى تراقب كل حركة وتحاول التنبؤ بالخطوة التالية للقرش. شعرت بالإرهاق يتسلل إلى عضلاتها، ولكنها لم تسمح لنفسها بالاستسلام. في لحظة قفز القرش نحو الصخرة بفمه المفتوح، كاشفاً عن أسنانه الحادة. كانت تلك اللحظة الحاسمة، فوجهت ليلى ضربة قوية نحو فمه مستهدفة عينيه. نجحت الضربة في إصابة إحدى عينيه، مما جعله يتراجع بشكل ملحوظ ويصدر صوتاً يدل على الألم. استغلت ليلى تلك اللحظة لتفكر بسرعة في كيفية الهروب. كانت تعرف أن القرش سيعود أكثر شراسة وأن الوقت يضيق. نظرت إلى المسافة بينها وبين الشاطئ، وأدركت أنها تحتاج إلى خطة دقيقة لتنفيذ هروبها. قررت ليلى أن تتبع استراتيجية تضليل القرش. بدأت تصدر أصواتاً بواسطة العصا على سطح الماء في اتجاه معين لجذب انتباه القرش، بينما كانت تخطط للسباحة في الاتجاه المعاكس بأقصى سرعة. عندما لاحظت أن القرش قد انشغل بالأصوات، قفزت في الماء بسرعة وبدأت تسبح نحو الشاطئ بكل قوتها. كان قلبها ينبض بسرعة جنونية وعضلاتها تعمل بأقصى طاقتها. كانت تضرب الماء بذراعيها وساقيها بشكل متسارع، تدفع نفسها إلى الأمام بكل ما أوتيت من قوة. كانت تسمع صوت الماء يتلاطم خلفها. عرفت أن القرش قد أدرك خطتها وبدأ في ملاحقتها. لكن ليلى لم تتوقف، كانت تركز كل تركيزها على الوصول إلى الشاطئ. كانت المسافة تبدو طويلة، ولكنها لم تسمح لنفسها بالتردد. كانت تعلم أن كل ضربة وكل حركة قد تكون الفارق بين الحياة والموت. عندما اقتربت من الشاطئ، بدأت تشعر بالأمان يتسلل إليها. يمكنها أن ترى الرمال تحت قدميها، وكان بإمكانها رؤية الناس على الشاطئ يلوحون لها ويشجعونها. شعرت باندفاع الأدرينالين في جسدها، مما أعطاها دفعة أخيرة من الطاقة. أخيراً وصلت ليلى إلى الشاطئ وسقطت على الرمال تلهث وتتعرق. تجمع الناس حولها، يقدمون لها الماء والمساعدة. كانت قد نجت من مغامرة خطيرة، وقد أثبتت لنفسها وللجميع أن الشجاعة والعزيمة يمكن أن تقهران أي خطر. رفعت ليلى نظرها نحو البحر ورأت القرش يبتعد ببطء. شعرت بالامتنان لكونها على قيد الحياة، وعرفت أن هذه التجربة قد غيرتها إلى الأبد. لقد خرجت من هذه المواجهة أقوى وأكثر شجاعة، مستعدة لأي تحدي قد يواجهها في المستقبل. وقفت ليلى على شاطئ البحر تنظر إلى الأفق البعيد، حيث تلتقي السماء بالمحيط وقلبها ينبض بقوة. كانت تشعر بالتعب والإرهاق. نظرت حولها ورأت وجوه الناس التي تحيط بها يبتسمون، ويشير بعضهم إلى البحر الهادئ الذي يمتد أمامها، وهو الآن يبدو أكثر سلاماً وجاذبية. تحدثت ليلى مع الناس الذين جاءوا لمساعدتها، وشكرتهم بكل امتنان على دعمهم ومساعدتهم في لحظات الخطر. كانت تعرف أنها لن تكون قادرة على النجاة لولا تضامنهم وتشجيعهم.
بينما كانت تتحدث تذكرت ليلى تلك اللحظات الصعبة التي مرت بها في المياه، وكيف استطاعت التغلب على الخوف والمخاطر بشجاعة وعزيمة. كانت تعرف أن هذه التجربة قد غيرتها إلى الأبد، وأنها الآن تشعر بقوة داخلية تسمح لها بالتغلب على أي تحدي. وبينما كانت تستعيد قواها وتشعر بالسلام الداخلي، واصلت ليلى تحديقها في البحر حيث اختفى القرش ببطء في أعماقه الغامضة. شعرت بالامتنان للفرصة الثانية التي منحها إياها البحر، وعاهدت نفسها أن تحترم قوته وجماله وتحتفظ دائما بحبها للمغامرة والحياة. وبعد أن جمعت قواها وتجددت إرادتها، انضمت ليلى إلى الناس على الشاطئ وبدأت تمشي بحذر عائدة إلى بيتها. وفي قلبها كانت تحمل قصة مليئة بالمغامرة والشجاعة، قصة عن معركة حاسمة شنتها ضد القرش في أعماق البحر، واستطاعت فيها النجاة والبقاء على قيد الحياة. وهكذا بينما تترك البحر وراءها وتغادر شاطئ السلام، تحمل ليلى معها العبر والتجارب التي ستشكل جزءاً لا يتجزأ من رحلتها في حياتها. في هذا الزمن العصيب، دعونا نكون يداً واحدة في التضامن والدعاء لأهلنا في غزة الذين يواجهون تحديات كبيرة وظروفاً قاسية. فلنجعل الدعاء لهم بالنصر والسلام جزءاً من حياتنا اليومية، ولنؤمن بأن العزيمة والصمود ستجلب النصر الكبير لهم. أما عن قناة نور المعرفة، فهي ليست مجرد قناة عادية، بل هي منبر للعلم والثقافة، تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة وتشجيع الإيجابية والتفاؤل في المجتمع. لذا ندعوكم للانضمام إلينا ودعمنا بالاشتراك في القناة ومشاركة القصص والمعارف، لنبني معا مستقبلا أفضل للجميع.